أخبار الصحف تقدمها أسماء. صباح الخير، مرحبا، أهلا وسهلا. صباح النور محمد. مشاهدينا أهلا بكم إلى معرض الصحف لنهار اليوم. نبدأه بهذا الخبر الذي ورد في جريدة الشعب من الصفحة الثالثة. رئيس الجمهورية يترأس مجلس الوزراء اليوم، جاء فيها: يترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، حيث سيخصص هذا الاجتماع لمناقشة مشروع التعديل الدستوري والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان. إلى جريدة البلاد والتي عنونت: استنفار حكومي لاحتواء أضرار التسرب النفطي. وجاء في المقال: أوفدت الحكومة أمس 5 وزراء في زيارة ميدانية مستعجلة لولاية الوادي لمعاينة موقع التسرب النفطي والوقوف على الأضرار الناجمة عنه على المديين القصير والبعيد. وسيتكفل الوفد الحكومي بإعداد تقارير مفصلة حول الظروف والأسباب الحقيقية للتسرب البترولي وأثارها على الأشخاص والممتلكات. وفي نفس السياق، جريدة المسار العربي عنونت: سوناتراك تتخذ عدة تدابير وقرارات لمعالجة مخلفات تسرب النفط. وجاء في المقال: اتخذ مجمع سوناتراك عدة تدابير وقرارات لمعالجة مخلفات تسرب النفط بعد زيارة المدير العام توفيق حكار إلى منطقة الحادثة في بلدية أم الطيور بولاية الوادي. ومن أهم الإجراءات التي وردت في بيان الشركة: المراقبة المنتظمة لنوعية المياه الجوفية لمدة سنة كاملة عن طريق وسائل المؤسسة، وحفر مجموعة من الآبار التقييمية في منطقة الحادثة. كما تقرر إرسال فريق متعدد التخصصات لإجراء تشخيص كامل على طول الوادي من أجل تحديد مدى الأضرار المحتملة على البيئة. عبد العزيز جراد يمدد صلاحية شهادات تأهيل وتصنيف المؤسسات، عنوان صدر في جريدة أخبار الوطن جاء فيها: وافق الوزير الأول عبد العزيز جراد على تمديد صلاحية شهادات تأهيل وتصنيف المؤسسات إلى غاية 31 ديسمبر من سنة 2021 بصفة استثنائية بسبب جائحة كورونا. ويخص إجراء التمديد الشركات ومجموعات الشركات العاملة على تنفيذ عقود بناء وإنجاز مشاريع البناء والأشغال العمومية، وكذا مشاريع الموارد المائية وأعمال البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية. وفي قطاع التربية، عنونت جريدة جوناس دالجيغي الناطقة بالفرنسية: حوالي 670 ألف مترشح لشهادة التعليم المتوسط. حيث قالت الجريدة إن وزير التربية الوطنية محمد وجعوت أوضح أن عدد التلاميذ المعنيين بامتحان شهادة المتوسط قد بلغ 670 ألف مترشح، والذي سيجرى هذا العام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كوفيد-19، حيث سينطلق الامتحان يوم 2 سبتمبر الجاري، وسيوزع المترشحون على 2556 مكتب امتحان. وكالة عدل تطلق تطبيقا ذكيا لضمان متابعة آنية للمشاريع السكنية، عنوان ورد في جريدة الأحرار جاء فيها: أعلنت وكالة تحسين السكن وتطويره عدل عن إطلاق تطبيق عبر الهاتف المحمول يسمح لمسؤولي الوكالة بمتابعة آنية لمشاريعها السكنية عبر كامل التراب الوطني. ويسمح التطبيق لرؤساء ومديري المشاريع بالوكالة وكذا لمديريها الجهويين ولمديرها العام بالإطلاع بشكل مستمر ودون تنقل على نسبة تقدم المشاريع وعلى مختلف العراقيل التي تواجهها. الألعاب العسكرية الدولية بروسيا: الفريق الوطني
العسكري يحقق المرتبة الرابعة، عنوان ورد في جريدة لو ماغريب الناطقة بالفرنسية، حيث قالت الجريدة إن المنتخب الوطني العسكري عاد إلى أرض الوطن صباح أمس السبت بعد اختتام الطبعة السادسة للألعاب العسكرية الدولية، والتي جرت فعالياتها بفيدرالية روسيا من 23 أوت إلى 2 سبتمبر 2020 بعد تحقيقه لنتائج مشجعة. وسيحظى المنتخب الوطني العسكري باستقبال من طرف السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الأحد بمقر وزارة الدفاع الوطنية. أخبار الصحف الدولية نبدأها بجريدة القدس العربية. رئيس الحكومة التونسية يدعو لأقصى درجات التأهب بسبب الفيضانات. وجاء في المقال: دعا رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي فرق الإنقاذ ولجان الكوارث للبقاء في حالة تأهب قصوى في ظل الفيضانات التي تجتاح عددا من المدن. ودعا المشيشي الذي استلم مهامه رسميا يوم الخميس الماضي اللجان الجهوية للنجدة ومجابهة الكوارث إلى الإسراع بالاجتماع والبقاء في حالة انعقاد دائم من أجل التدخل الفوري بعد أن تسببت أقول الأمطار الطوفانية في وفاة فتاة في ولاية المنستيرة. إلى جريدة العرب والتي عنونت: بريطانيون يبحثون عن وجهات لا تخضع لقيود كورونا. وكتبت الجريدة: يبحث محبو السفر من البريطانيين في ظل تخفيف التدابير الوقائية المتبعة بسبب فيروس كورونا، يبحثون في عدد من الدول حول العالم عن وجهات سياحية تخضعهم إلى أقل ما يمكن من القيود، في حين يحاول البعض منهم الاستفادة من المعالم البريطانية في ظل غياب السياح الأجانب. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام جولتنا الإخبارية لنهار اليوم. برنامج هذا الصباح متواصل رفقة الزميل محمد، عودة إليك. شكرا جزيلا لك أسماء. الجولة كانت على متن قراءة لأهم ما جاء في الصحف الوطنية والدولية من خلال هذه الزاوية التي نحرص على تقديمها من خلال برنامج هذا الصباح، الذي يلبس حلة الخدمة العمومية ويتواصل عبر الإخبارية. سنتواصل مع ركن الخدمة العمومية بعد الفاصل.